لك لك رنوش؟ امتى عرسها لسالي؟ اول الشهر الجاي ان شاء الله. لك رنوش امشي روحي معي اليوم، رايح انقي لها فستان العرس لسالي، انا كثير بحبه لذوقك. يا ريت، والله عندي شغل لفوق راسي. يخرب بيت على الحلقه 13، لك صار لي شهر عم بكتب فيها وما كنت خلص، وهلكني المنتج هو والمخرج ومدير الانتاج، ما ضل حدا ما دق لي. لك ليكي جايتك رزقه، تصوري حتى تبع القهوه بالشال صار يدق لي ويقول لي شو صار معك بالحلقه 13. بتعرفي انت كل مسلسل الا ما تعلي معك الحلقه 13، رمتي على 13 يا اختي، فوتي بال 14 دغري. بس شو بدك تحكي بيني وبينك، يعطيكي الف عافيه. والله كل زباينة وكل شي بنات بيشتغلوا عندي مستحيل يفوتوا مسلسل لإلك. تقبري قلبي، وصلنا لهالمواصيل غير بديسكين ومناقير بالرقبة. لك سلامة قلبك يا عمي. الله يسلم قلبك. هبوش، عرفتي ليش يعني الورقة تبع خالتي؟ وأنا من أمتي أعرف؟ دخيلة، فكرت عند لبيبة الخبر اليقين. هلا شو بدي أقول لك يبا؟ نحن مسخفين على القصة، بس هي كبيرة كثير ها؟ أهم ما فيها إنه أنا ما دخلني. الكل بيعرف انه انا قبل ما تحطي قبر قلبي شو اشتقت له يا هبه، مالي مصدقه امتى يجي. الكل بيعرف انه ما دق قلبي قبل منه، هو الوحيد اللي حسسني اني بنت حلو وبنحب، ما عدا العيشه مع اخواتي الشباب اللي نسوني اني بنت. انت نفسك انت مسميتيني سقرتيه بنات العيله ولا نسيتي؟ ييس الله، اي والله. هبه اشتقت له كثير لما تحط طول الغيبة كتير هالمرة.